نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية خاصة بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية للنابغين من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع شيكات المنح الدراسية على الطلاب الفائزين بالمنح، وعددهم 200 طالب بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيه. كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من المبادرة وخطط المؤسسة للمرحلة الثانية.